تواصل معك شاعرنا الجميل هاشم خلف الله في شعرك ميال جدا للحقيبة، بحس في أنفاس كلماتك بعض الأيوة. أنا حسيت غريبة. أنا ممكن أتدفت يعني في الشعر العاطفي كثير. نعم. أيوة. يعني المفردات الحقيبة ما استخدمتها في شعرك. والله. لا عادي تفضل. ليه التحية. في شعر تماضر خمسة ففي. ليه التحية تماضر حبيبة. نعم. نحن نسلم عليها من البعد. نعم. ففي قصيدة بتذكر انتهت يعني بكلمة بتاعت عشق. فأنا رديت عليها فقلت لها أنا عشقي خالد للأبد رويان معتك بأدب وشرابه من النيل دوامه وكاساته خمرها من دفن أطلع عشقي براي بعرف وليلي السمحة انكتب. يا سلام. شاعرة تماضر الخنساء طبعا شاعرة جميلة وذات مفردة حلوة وهي نخلة من نخلات بلادنا، نتمنى نحن نلاقيها برضو ونسجل معها في حلقة تانية من مرافق الإبداع وحتى برنامج